يجيله شويه هايبوكسيا لان الاكسجين هيقل والسي او 2 هيزيد، هيبقى فيه انيرابيك اوكسيديشن لاكتيك اسيد يعني، فبالتالي البي اتش هيقل بتاع البيبي، فالبي اتش بتاعه هيبقى اقل من 7.25. هو ده الباثولوجي اللي بيحصل لنا في الفيتال البلاسنتال انسفيشنسي. سؤال لحد دلوقتي، طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ طبعا لازم يبقى عندي فيه هنا انا بتعامل كل الاوبسيا دكاتره زي ما اتفقنا، في عندنا ام وفي بيبي، ففي ممكن يبقى عندي ماتيرنال وفيتال. ماتيرنال بقى لو هي بتشتكي من اي حاجه من الاسباب اللي احنا قلناها، يعني هي بي اي اتش، هي دايابيتك ان كنترولد، هي عندها سيفير انيميا، يعني اي حاجه من الاسباب اللي تؤدي الى الانسفيشنسي دي، فممكن الاقيها في الماتيرنال كوز. طب الفيتال بقى البيبي هيبقى فيه ايه؟ ممكن يبقى عنده ديستريس. فهنا بقى اللي بيخش عندنا التست او الانفستيجيشن اللي بنعملها اللي هي بتاعه الاسسمنت اوف فيتال ويل بين. فايه هي بقى التست بتاعه الاسسمنت اوف فيتال ويل بين؟ حد يعرف يعني ايه الحاجات اللي احنا بنبص عليها عشان نعرف ان البيبي ده كويس ولا لا؟ الموفمنت بتاعته كويس، الموفمنت بتاعته يعني دي هنشوفها ازاي؟ هي الام بتكاونت. ايوه هي الام بتكاونت، حاجه اسمها ديلي فيتال موفمنت كاونت. كويس، يعني اول حاجه بنشوفها ان البيبي ده بيتحرك كويس، عشان كده وانتوا في العياده الخارجيه لما تروحوا عياده الابستاتريكس عياده الحوامل دايما بنسال الام البيبي بيتحرك كويس، يعني دي الكلمه اللي لازم بنسالها، وبنسالها من امتى؟ هل في اي وقت يعني اول ما الست تحمل؟ ده بدايه بدايه الحركه بالظبط. هو بدايه الحركه احنا قلنا قبل كده ان البرايمي بتبتدي ان هي البيبي بتحس بالحركه بتاعته من 20 ل 24، المالتي من 16 ل 20، ف 20 هنا ده الكات اوف فاليو بتاعنا. طبعا المالتي قبل كده لان هي متعوده على حركه البيبي فبتحسها من بدري، لكن البرايمي بتبقى لسه مش عارفاها، فمن 20 لبعد كده. بس انا بيفرق معايا امتى؟ بمعنى افرض ان واحده ست حامل دلوقتي 22 اسبوع جت قالت لي البيبي ما بيتحركش، هل هي نفس الانترفنشن اللي انا هعمله لو واحده عندها 30 اسبوع وقالت لي البيبي ما بيتحركش؟ فبالتالي اهميه حركه البيبي هتظهر امتى، او امتى هطلب منها اكشولي ديلي فيتال موفمنت كاونت؟ نير ترم يعني ايه؟ ها؟ اكتر من 28 بالظبط، بعد الفيتال فيبيليتي. يعني ايه؟ يعني وانس ان انا اقدر البيبي ده اخده بره الحضانه، لكن وانس لو البيبي ده اقل من كده 16 اسبوع ل 20 اسبوع ل 22 اسبوع اللي هو انا مش هقدر اعمل حاجه، حتى لو البيبي جوه مش كويس. طب انا يعني اساس ليه الفيتال ويل بينج؟ انا باساس فيتال ويل بينج افتر فيتال فيابيليتي. ليه؟ لان انا عندي اوبشن لو لقيت ان البيبي مش كويس جوه يبقى اخرجه بره احطه في حضانه او وات ايفر. لكن لو انا ما عنديش الاوبشن ده، يعني النيونيتال اي سي يو بتاعي او النيكيو او كده مش هيعيش او مش هيقدر يتعامل مع بيبي عمره 20 اسبوع ولا 22 اسبوع، يعني there is no point of assessment of the fetal well-being. The assessment of fetal well-being actually starts after fetal viability. يعني once ان البيبي ده بقى viable. يعني ايه viable؟ يعني could live outside the uterus. اوكي؟ فكل الاسسمنت of fetal well-being او التست اللي احنا هنقولها دلوقتي دي بنعملها after the fetal viability. يعني after fetal viability يعني بعد العمر الجستيشنال ايج اللي هو بتاع النيكيو which can deal with the fetus. خلاص؟ يبقى اول حاجه قلتوها ديلي فيتال موفمنت كاونت. ديلي فيتال موفمنت كاونت يعني كل يوم تعد حركه البيبي. امتى هقول للست تعمل القصه دي؟ بعد 28 اسبوع. بعد 28 اسبوع هقول لها انت كل يوم ديلي كل يوم يا مدام لازم تعدي بحركه البيبي ولازم تعدي حركه البيبي. تعد حركه البيبي ازاي؟ بنقول لها حتى بالعربي كده بتنامي على ظهرك ساعه الصبح وساعه الظهر وساعه بالليل، كل ساعه بيتحرك على الاقل 3 حركات بحيث تعدي له 10 حركات في ال 12 ساعه اللي انت صاحياها. اوكي؟ فدي الطريقه اللي انا بشرحها للعيانه واللي هي بتعملها، اللي هي بتعد على الاقل 10 حركات في الفتره اللي هي صاحيه فيها او 10 حركات في ال 12 ساعه. يعني بس لازم تبقى مركزه في عد الحركه، ما ينفعش مثلا وهي قاعده مثلا بتذاكر لبقيه ولادها وهي مثلا بتعمل حاجه في المطبخ وهي بتتحرك، لا لازم تبقى مركزه، لان لو هي بتعمل حاجه ثانيه ممكن ما تبقاش مركزه في الحركه. فانت بتعلمها، وده اللي بنقوله لهم في العياده الخارجيه انه لازم تعدي حركه البيبي يوميا على الاقل يتحرك 10 حركات. طب لو ما اتحركش ال 10 حركات دول، لا ده معناه ان البيبي فيه مشكله، فبنعمل حاجه من التست اللي جايه بعد. اوكي؟ فالديلي فيتال موفمنت كاونت دي اتس فيري امبورتنت، بس زي ما انتم شايفين هي حاجه سبجكتيف بتديبند على العيانه والكالتشر والاسسمنت بتاعها. فلو هي بتقول لك البيبي بيتحرك كويس اكتر من 10 حركات في اليوم، اوكي. طب لو قالت لك لا ده بيتحرك اقل من كده، هنبتدي نعمل التست اللي بعده. طب افرض ان هو قالت لك لا ده اتحرك 8 9 6، فاوكي ما الدكتوره قالت 10، طب ما اتحرك النهارده 8 ما يجراش حاجه. هو البيبي بيتحرك نورمالي قد ايه؟ كام حركه في اليوم؟ 10.
10 ده بقول لها المينيمم اللي انت تعديه. 20؟ لا مش 20. بتحرك من 80 ل 100 حركه، 120 حركه في اليوم. انتوا متخيلين؟ ولازم تقولوا لها كده عشان تبقى عارفه ان هو لو حتى ما قدرتش تعد له ال 10، لا ده معناها في حاجه فيري سيريس، مش ان هو بيتحرك 10 ولا 12 فاحنا عايزين نعدهم طلعوا 8 ما يجراش حاجه، ده هو ال 10 اساسا مشكله. فعشان كده في ستات تيجي تقول لك لا ده بيتحرك كتير قوي، ده انا ما بعدتش. ايوه هو فعلا مش المفروض انها ما تقدرش تعد من كتر ما هو فعلا بيتحرك كتير، بس احنا بنقول اتليست، بنقول اتليست 10. لو ما قدرش يتحرك هذه ال 10 حركات يبقى معناها فعلا البيبي ده عنده سيريس بروبلم. اوكي، فده الديلي فيتر موفمنت كاونت، وازاي بنعمله وبنأساس ان هو على الاقل يعني يتحرك 10 حركات، يبقى لازم يتحرك مور ذان 10 موفمنت بير 12 اورز او في الوقت ال 6 صحيح. ده اول حاجه بنعملها. ايه تاني؟ ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها تؤسس ذا فيتر ويل بينج؟ باي فيزيكال بروفايل او الترا ساوند. في حاجه اسمها باي فيزيكال بروفايل اللي هو بنعمله ثرو الالترا ساوند. ايه بقى الباي فيزيكال بروفايل ده او الالترا ساوند؟ الترا ساوند ده سونار للبيبي، بنعمل سونار، والسونار بيبقى للبيبي اه بنعمله على العينه، بس ده بيبقى عشان البيبي وليس عشان العينه. طب ايه اللي احنا بنشوفه في الالترا ساوند او بنأسسه في الباي فيزيكال بروفايل؟ ايه رايكم؟ البايبر ايتل ده الميجرمنتس، بس هو مش هتقولي اذا كان البيبي كويس ولا لا، لان ممكن يبقى البيبي داد وهعرف اقيس له برده بايبر ايتل. فانا باساس هنا الباي فيزيكال بروفايل ان ازاي البيبي ده كويس، اساس متوفيت الويل بينج. اوكي، فهشوف ايه اللي تبقوا عايزين تشوفوه عشان تطمنوا ان البيبي ده كويس. موفمنت كويس قوي، فيتال موفمنت. ايه تاني؟ هي ده هات سام. ايه ده؟ قلبي. اه فيتال هارت ساوند. اوكي فيتال هارت ساوند كويس، القلب بتاع البيبي او الفيتال هارت ساوند. ايه كمان؟ الويت والحاجات دي كل ده الحاجه. بصوا يا دكاتره، انا هنا في الباي فيزيكال بروفايل الحاجه اللي تفرق لي البيبي ده عايش كويس ولا البيبي ده ميت، هل الويت اقدر اقيسه لو البيبي ده ميت ولا لا؟ هقدر اقيسه. فا اتس نوت وان اوف ذا باي فيزيكال بروفايل. ايه؟ انت حتى لو هو عندك جروس كيرف بقى فبتشوفي اي جي ار ولا لا، بس ده انك انت مش دلوقتي هتعرفي البيبي ده كويس ولا لا، لان لو انت بتعملي له حاجه وانس بس انت ما عندكيش مقارنه، لازم يبقى عندك الجروس كيرف عشان تعرفي. اوكي؟ لكن انا عايزه اشوف البيبي ده كويس، يعني هي قالت لي البيبي ده ما اتحركش كويس، امبارح ما عدتلوش 10 حركات، او النهارده كمان حركته مش عاجباني، ايه الحاجات اللي انا عايزه اشوفها بالسونار او الحاجات اللي تفتكروا انها تبقى انكلودد في البايوفيزيكال بروفايل؟ قلتوا اول حاجه الفيتال موفمنت، طبعا لازم البيبي ده يبقى بيتحرك، لو ما بيتحركش ده في مشكله. قلتوا الفيتال هارت، لازم الفيتال هارت ده يبقى كويس، او انه الفيتال هارت البيت بتاعته ما بين كام لكام نورمالي؟ من 120 ل 140. خلاص هو ده النورمال فيتال هارت اللي دايما بتسمعوه كده في تحت في السي تي جي، لو نزلتوا اسمه 10 هتلاقوا في رقم دايما مكتوب بيتراوح ما بين 120 ل 140، لو اقل من كده بيبقى برادي كاردك، لو اكتر من كده بيبقى تاكي كارد. طيب فيتال هارت ايه كمان؟ الامنيوتيك فلود مهم قوي، الميه اللي حوالين البيبي اخبارها ايه؟ الامنيوتيك فلود، لان لو هي فيري ديكريزد او اوليجوهيدرامنيوس ده معناها ان البيبي ده مش كويس. اوكي، لان ده البيبي بيفورم اللايكور ده مع الام، فالامنيوتيك فلويد اندكس، امنيوتيك فلويد اندكس ده مهم. اوكي، والامنيوتيك فلويد اندكس نورمالي من 15 ل 25. ايه هو الامنيوتيك فلويد اندكس؟ ان انا بشوف دي بطن العيانه بنقسمها كده لفور كوادرنتس، خلاص، وفي كل كوادرنت دول بشوف الباكتس اخبارها ايه. ده هنشرحه لما نيجي نتكلم على الامنيوتيك فلويد قبل ما نمسك، يعني بشوف الباكت كل باكت ده كام سنتي من الابر لللور ليميتس، وبقيس هنا مثلا طلع لي 2 سم، هنا طلع لي 4 سم، هنا طلع لي مثلا سم، هنا طلع لي 5 سم، بروح مجمعاهم على بعض. نورمالي المفروض يطلعوا من 15 ل 25 سم، لو اقل من 5 سم بنقول عليه اوليجوهيدرامنيوس، لو اكتر من 25 بنقول عليه بوليهيدرامنيوس. اوكي؟ لا 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 خالص، كل كوادرنت بس انت بتجمعيهم على بعض، اهم حاجه ان الكوادرنت ده ما يكونش فيه لوبس اوف انتستين وما يكونش فيه فيتال بارتس، يعني كوادرنت كده ميه بس. فانت ساعتها بتقيسيه من الابر ليميت لللور ليميت، من الابر لحد الدبث بتاعه، فبتشوفي ده كام سنتي، ونروح مجمعينهم بقى على بعض نشوف هو في الاخر طلع لي الامنيوتيك فلويد اندكس ده قد ايه. اوكي؟ طيب امنيوتيك فلويد اندكس ايه تاني؟ ايه تاني تحبوا تشوفوه في البيبي وانتوا بتعملوا الترا ساوند؟ بريزنج موفمنت بالظبط كده، الفيتال بريزنج موفمنت. اذا كان بيتحرك الشست بتاعه واللنج ولا لا، انه عنده بريزنج موفمنت ولا ما عندوش. اوكي، فدي من الحاجات المهمه. وفي حاجه ثانيه اللي هو الفيتال تون،
اللي هو اذا كان اللي هو الاتيتيود بتاعه البيبي اللي احنا بنقول عليها الاتيتيود اللي هو دايما بيبقى في فلاكسد اتيتيود ولا فلاسيد بيبي. خلاص فدي الحاجات اللي احنا بنبص عليها. اوكي دي الحاجات اللي احنا بنبص عليها في البايوفيزيكال بروفايل، وهما زي ما انتم شايفين خمس حاجات. الفيتال هارت ساوند ده مكتوبه مكانه نان ستريس تيست، وهنتكلم على النان ستريس تيست. يبقى دول الخمسه ايتمز اللي احنا بنبص عليهم في البايوفيزيكال بروفايل. كل ايتم من دول يا دكاتره يا بياخد 0 يا بياخد 2. خلاص ما عندناش 1، يعني انت بتقول يا اما هتديله يا موجود يا مش موجود، يا اما في فيتال موفمنت او مش موجوده، يا اما عندي فيتال بريذنج موفمنت او ما عنديش، يا اما عندي تون او ما عنديش، يا اما عندي النان ستريس كويس او لا، يا اما الامنيوتيك فلويد نورمال يا اما لا. فهو اول اور نان، كل ايتم من دول اول اور نان. خلاص فالبايوفيزيكال بروفايل ماكسيمم يبقى عندي كام من كام؟ هو البايوفيزيكال بروفايل ده من 10 ممكن يبقى كام بالظبط كده؟ ممكن يبقى 0 يا 2 4 6 8 بالظبط. هو ما ينفعش يبقى رقم يعني وحايد كده ماشي، يعني لازم يبقى حاجات بالبيرس، لان هو يا 0 يا ده غير الابجر سكور اللي هناخده. في حاجه بتاع اللي هو فيرجينيا ابجر سكور، الابجر سكور لا في 0 و1 و2 هما فعلا برده خمسه ايتمز، فالسكور بتاعه من 10 لكن ممكن يبقى اي رقم، فده هناخده بعد كده في الفيتال هايبوكسيا والنيونيتال اسفيكسيا والكلام. فالبايوفيزيكال بروفايل برده من 10 زي الابجر سكور، بس بيبقى 0 2 4 6 8. اوكي فما فيش عندي وحايد، انا عندي يا اما بيبقى اول اور نان في البايوفيزيكال بروفايل. يبقى احنا تاني احنا بنشوف ايه النهارده؟ بنعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج او اسسمنت اوف بلاسنتال برفيوجن او بلاسنتال سفيشنسي، يعني ازاي ان الاكسجين والنيوترين بتبقى ديليفرد كويس من الام للبيبي. خلاص فبالتالي انا لو عندي مشكله او عندي بلاسنتال انسفيشنسي ممكن تبقى ديو تو ماتيرنال كوزز، يا اما بلاسنتال كوزز، يا اما كورد كوزز، يا اما فيتال كوزز. الام يبقى عندها مشكله زي مثلا بي اي اتش وات ايفر، البلاسنتا يبقى في بلاسنتال سيبريشن، بلاسنتال انفارشن، بلاسنتال هامرج، في مشكله في البلاسنتا. الكورد ممكن يبقى فيه رابتشر اوف ذا كورد او تو نوتس اوف ذا كورد او لوبس اوف كورد اراوند ذا نيك اوف ذا فيتس. كل دي حاجات ممكن تانترفير وذ ذا باسج اوف نيوتريشن اند اوكسجين تو ذا بيبي، او البيبي نفسه الريسيبيانت يبقى عنده كونجنتال انوماليز، او يبقى عنده هايبوكسيا او ريسبيراتوري سنتر ديبريشن بحيث ان هو مش قادر ياخد النيوتريشن دي او الاكسجين ده. ينتج عنده ايه الباثولوجي اللي هيحصل لي؟ ديكريز اكسجين، ما احنا بنقول اللي هو بلاسنتال انسفيشنسي، يعني الاكسجينيشن هتبقى قليله. ديكريز اكسجين وانكريز سي او 2 لان ما بيبقاش فيه اليمينيشن للسي او 2، فبالتالي بيبقى عندي انايروبيك اوكسيديشن بينتج عنها لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده هيعمل لي فيتال اسيديميا، فالبي اتش بتاع البيبي بدل ما هو نورمالي من 7.25 ل 7.35 هيبقى اقل من 7.25، فده الباثولوجي اللي ممكن يحصل. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ في كلينيكال بيكتشر طبعا للام وكلينيكال بيكتشر للبيبي. الام اللي هو اي البيكتشر اللي احنا قلناها بيكتشر اوف ذا كوز، كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز اللي عند الام لو هي عندها سيفير انيميا او بي اي اتش او وات ايفر اي كومبليكيشن للام. كلينيكال بيكتشر بتاعت البيبي قلنا ان البيبي ده ممكن ما يتحركش كويس، فجينا منها على الانفستيجيشنز بتاعتنا. ايه الانفستيجيشن؟ وهو ده الاساسي الموضوع اللي هو التست تو اسس ذا فيتال ويل بينج. فالانفستيجيشن هي عباره عن تست، وعندنا خمسه تيست واساس ذا فيتال ويل بي. اول حاجه قلنا عليها الديلي فيتال موفمنت كاونت، ده تيست ده تيست بس سبجكتيف طبعا على العينه، بيعتمد على العينه وعلى البرسبشن اوف فيتال موفمنت. في عيانين اساسا ما بتعرفش تفرق ما بين الانتستاينال موفمنت وما بين اي حاجه ثانيه او الفيتال موفمنت، فدي طبعا مش هتقدر تعتمد فيها على الاساس بتاع فيتال ويل بي، فهتنتقل الى الالترا ساوند فتعتمد على نفسك مش على العينه. بس لو العينه يعني متفاهمه او فاهمه وعارفه يعني ايه فيتال موفمنت، فبتشرح لها انها تعد الديلي فيتال موفمنت كاونت او تعد كل يوم حركه البيبي على الاقل يتحرك كام مره بالظبط؟ 10 حركات، تعد له على الاقل 10 حركات في ال 12 ساعه اللي هي صحياهم. لو ما كملش 10 حركات دول ده معناه ان البيبي ده فيه مشكله، فنبتدي ان احنا نكمل الحاجات الاوبجكتيف بتاعتنا. واول حاجه اوبجكتيف اتكلمنا عليها اللي هي البايوفيزيكال بروفايل اللي هو بنعمله باي الترا ساوند. ايه هو البايوفيزيكال بروفايل؟ ان انا بشوف ايتمز، خمسه ايتمز على البيبي، بشوف الموفمنت بتاعت البيبي دي موجوده ولا مش موجوده، بشوف التون بتاع البيبي ده اذا كان موجود ولا لا كويس اللي هي الفلكشن، باساس الاماونت اوف ذا امنيوتيك فلويد، بشوف البريذنج بتاع البيبي، وبعمل حاجه اسمها نان ستريس تيست او اللي بشوف فيها الفيتال هارت ساوند. لو هو 8 او 10 ده معناه ان البيبي كويس، لو هو كان اقل من 8 ده معناه ان البيبي ده فيه مشكله كويس، وبعدين لو هو وصل ل 6 لا ده سيفيرلي كومبرومايزد فيتس، فبالتالي هو النورمال بتاعنا هو 10 كويس. لو جالي 8 لازم ان انا اعمل حاجه من اللي بعديهم اللي هم النان ستريس بقى هنقوله بالتفصيل.
فانتم تكونفيرم تاني ان هو فعلا البيبي ده كويس ولا البيبي ده اسيداتيك. اوكي ايه هو بقى النون ستريس تيست؟ من اسمه كده نون ستريس تيست، اللي هو طبيعي ان البيبي ده بيتحرك، وطبيعي لما البيبي ده يتحرك زي بالظبط لما واحد يجري الهارت ريت بتاعه هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل زي ما هو؟ هيزيد طبعا. اي حد بيعمل مجهود او بيتحرك لازم الهارت ريت بتاعه هيزيد، فبالتالي لما البيبي يعمل مجهود او لما البيبي ده يتحرك الطبيعي ان انا الاقي الهارت ريت بتاعه عالي. يعني لو هو ده البيز لاين بتاع البيبي كويس اللي هو من 120 ل 140، لما البيبي يتحرك او لما يحصل موفمنت هلاقي ان الهارت ريت بتاعه عالي. عالي قد ايه؟ بيعلى تقريبا 15 بيتس بير مينت. خلاص يعني لو هو اساسا 120 هلاقي مثلا الهارت ريت بتاعه وصل ل 135. اوكي ويفضل العلو ده لمده 15 ثانيه، يعني تفضل الفيك دي موجوده لمده 15 سنه. ده حاجه اسمها نون ستريس تيست. طب وانا هعرف ازاي ان البيبي ده بيتحرك ولا مش بيتحرك؟ كويس قوي. فبيبقى في ماشين كويس مكنه كده او اسمها سي تي جي او سي تي جي كارديوتوفوجرافي، يعني ان احنا بنشوف الهارت بتاع البيبي، وساعات كمان بنرسم له جراف. فاللي ينزل منكم اسم 10 هيلاقوا ساعات بنحط بيبي على حاجه اسمها سي تي جي او كارديوتوفوجرافي، بنرسم جراف كده للبيبي وبنشوف الموفمنت بتاعت البيبي. مين اللي هيشوف الموفمنت بتاعت البيبي؟ الام طبعا. هو مين اللي هيحسها؟ وانا اللي هحسها، ما هي الام هي اللي لازم هتحسها. فبندي للام كده حاجه في ايدها زي البلس كويس، نقول لها اول ما تحسي حركه البيبي دوسي على على البتاعه دي، دوسي عليها. فهتلاقوا في الاخر مرسوم لك جراف. الست لما بتبرس على الحركه هيروح عامل لك ارو ان هو اتحرك. المفروض عند الارو ده لو هو ده النورمال بيز الاقي هنا حصل ايه بالظبط؟ الاقي ان هو عالي ونزل تاني، وبعدين بعد كده مشي، هنا حصلت حركه تانية هلاقي ان برده ده عالي وبعدين نزل تاني، هنا حصلت حركه تانية نفس القصه. فانت بتشوف عند الموفمنت اللي هي حسيتها الام كويس اسسمنت اوف ذا موفمنت مع الهارت ريت بتاع البيبي اخباره ايه. نورمالي لازم الهارت ريت يعلى، ده معناها ان هو البيبي ده كويس بدليل ان هو في رياكشن وريسبونس للموفمنت باكسلريشن اوف ذا فيتال هارت. ده النورمال، ده الطبيعي. فانا لما بعمل النون ستريس تيست، هو ليه اسمه نون ستريس تيست؟ لان انا ما عرضتش الام لاي ستريس، وده هنشوفه لان في تيست تاني هعرضها للستريس. اوكي من غير اي ستريس ولا اي حاجه خالص، بيز لاين الام نايمه ما بتعملش اي حاجه خالص غير انها نايمه بتشوف البيبي ده بيتحرك ولا لا. ونقول لها نامي كده على السرير ونعمله لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه نص ساعه، نقول لها لما البيبي يتحرك تعملي بريشر او تبرسي على البارس اللي انا مديهولك ده، وبعدين بعد كده بشوف الجراف اللي اترسم لي. لو مع الحركه ما لقيتش انه في اكسلريشن، لا يبقى البيبي ده مش كويس. البيبي ده مفيش ريسبونس للاكتيفيتي للرياكشن، يعني البيبي ده مفيش كومبنسيشن للهارت بتاعه، لان لازم الهارت يكومبنسيت للموفمنت. بيكومبنسيت ازاي؟ ان هو انكريز الهارت ريت بتاعه. لو ما حصلش الكومبنسيشن ده معناها ان البيبي ده دي كومبنسيتد او البيبي ده ديستريسد. اوكي فلازم مع الموفمنت اللي بتحسها الام وتعمل لها ماركينج انا اشوف الرياكشن بتاع البيبي تو ذا موفمنت دي. الرياكشن دي بتبقى ازاي؟ في صوره اكسلريشن. طب لو ما حصلتش الاكسلريشن دي معناها ان البيبي ده دي كومبنسيت او الهارت بتاع البيبي ده دي كومبنسيت. فده اسمه نون ستريس تيست. في سؤال في النون ستريس تيست يا دكاتره؟ دكتور يس فور ذا ديلي فيتال موفمنت، از ذير ديفرنس بتوين ا وومن هوز اوبيس اند هوز نوت؟ لا لان هي شي از فيلينج ذا موفمنت. يو ار اف ذير از ا ديفرنس اف يو ار تراينج تو فيل ذا موفمنت ثرو ذا ابدومن، بس اكشوالي شي از فيلينج ات كيكينج اوف ذا بيبي. اوكي يو كانوت فيل ات اوكي اف ذا وومن از اوبيس، بس اف ذا وومن از اوبيس شي كان فيل ستيل فيل ذا موفمنت اوف هير بيبي. اوكي فعشان كده احنا وي ار ديبيندينج اون الام وهي بت شي از فيلينج ذا موفمنت، يو ار نوت بوتينج يور هاند اون ذا ابدومن اند تراينج تو فيل ذا موفمنت اوف ذا بيبي. اوكي طيب يبقى اول حاجه قلناها الديلي فيتال موفمنت كاونت، تاني حاجه اللي هو الباي فيزيكال بروفايل التراساوند كويس وباقي الحاجات دي. اوكي وبعد كده تالت حاجه قلنا النون ستريس تيست. نون ستريس تيست اللي هو بنحط السي تي جي او الكارديوتوفوجرافي واحد بس، بروب واحد. انتوا لو تاخدين بالكم احنا ما اتكلمناش غير على ان في واحد على بطن الام عشان ياسس الفيتال هارت. ما هو الفيتال هارت امال انا هعرف ازاي ان هو عالي ولا معليش؟ ففي بروب بيأسس الفيتال هارت، فيتال هارت ساوند، وبعد كده بارس اوكسيمتر في ايد العيانه بتعمل فيه بريشر لما بتحس بالموفمنت. اوكي طب معنى كده ان انا مش بس قصه الموفمنت ده، انا كمان هاسس الفيتال هارت نفسه.
ما هو النون ستريس تيست هيطلع لك الفيتال هارت البيز لاين خلاص. واحنا قلنا البيز لاين كام؟ من 120 ل 140. فبالتالي انا هشوف ايه بالنون ستريس تيست؟ اول حاجه فيتال هارت ساوند لوحده من غير اي حاجه قبل ما يحصل موفمنت، ان هو من 120 ل 140 ولا لا. لو اقل من 100 ده معناه فيتال براديكارديا، لو اكتر من 160 ده فيتال تاكيكارديا. لكن في الرينج ما بين 120 ل 140 ده اكسبتبل، ده نورمال. يبقى اول حاجه هشوفها بالنون ستريس تيست الفيتال هارت ساوند. واذا كان الفيتال هارت ساوند ده عندي نورمال اللي هو من 120 ل 140 ولا اب نورمال، يعني ايه اب نورمال؟ يعني اقل من 100 كويس او اعلى من 160. امال اللي في النص ده؟ ده ريلاتيف، ريلاتيف براديكارديا وريلاتيف تاكيكارديا، اللي هو مش هيبقى كونفيرماتوري غير لما اشوف بقيه التست. لان عمرنا ما بنعتمد يا دكاتره على تست واحد، احنا بنقول هو خمسه، يعني نيفر ايفر بنعتمد على تست واحد. ليه؟ لان التريتمنت بتاعي ممكن يوصل لترمينيشن، ايميديت ترمينيشن، فانا مش هترمينيت البريجننسي ده غير لو كنت متاكده فعلا ان البيبي ده مش كويس. خلاص؟ فده مش ديسيجن سهل ان هو يتاخد، بالذات ان هو لو البيبي ده لسه بريماتشور او بريتر، فبالتالي مش هاخد هذا الديسيجن الا لو كنت كونفيرمنج ان البيبي ده جوه مش كويس، او الويل بينج بتاع البيبي ده جوه مش كويس. فعمري ما هعتمد على تيست واحد، لكن بتعتمد على كومبينيشن اوف تيست. يبقى اول حاجه ديلي فيتال موفمنت كاونت، تاني حاجه باي فيزيكال بروفايل كويس اللي احنا بنشوف فيه الفيتال موفمنت والبريزنج اوف ذا بيبي، التون بتاع البيبي، الامنيوتيك فلويد، والنون ستريس تيست. ايه هو النون ستريس تيست؟ اللي هو ساعات بنعمله لوحده خالص مش محتاجين بقى فيه سونار. النون ستريس ده شفت شكل الجهاز ده؟ ولا سونار ولا حاجه، ده مجرد ان انا جهاز كده بروب بحطه على بطن العيانه عشان يشوف الفيتال هارت، نسمعه زي السونيكيت بالظبط كده، بس بيفضل فيكسد على بطن العيانه لمده نص ساعه تقريبا، وبتبقى هي ماسكه في ايدها حاجه كده زي بالس. وانس ان شي فيلز موفمنت اوف ذا بيبي بتروح عامله بريشر، وبيطلع لي في الاخر جراف، عشان كده بنقول عليه بيتعمل بال سي تي جي. سي تي جي كارديو توكو جرافي، كارديو بتاع البيبي الهارت بتاع البيبي، توكو بريشر كويس، يعني ساعات بنحط واحد تاني عشان يشوف البريشر بتاع اليوترس، جرافي لانه في الاخر بيرسم لك رسمه. فهو سي تي جي ده او كارديو توكوجرافي اللي بنأسس بيه النون ستريس تيست. ايه اللي بنشوفه في النون ستريس؟ فيتال هارت ساوند، بيز لاين فيتال هارت ساوند كويس. تاني حاجه بنشوفها الموفمنت بتاعه البيبي والريسبونس اوف ذا فيتال هارت ساوند تو ذا موفمنت. فطبعا لازم لما يبقى فيه موفمنت يحصل اكسلريشن ولا ديسلريشن في الفيتال هارت؟ اكسلريشن. اكسلريشن بقد ايه؟ 15 بيتس بير مينت. وتقعد كل الاكسلريشن دي على الاقل 15 ثانيه، ده معناها ان البيبي ده ري اكتف، او النون ستريس تيست ده ري اكتف نون ستريس تيست. اوكي، لو البيبي ده ما اتحركش مع الهارت ريت ما زادش مع الحركه، يبقى معناها ان حاجه اسمها نون ري اكتف نون ستريس تيست، فبالتالي لازم اعمل تيست ثانيه عشان اكونفيرم البيبي ده كويس ولا مش كويس. اوكي، في سؤال في النون ستريس؟ حاجه ثانيه بنشوفها يا دكاتره بالالترا ساوند برضو، بنعمل معاه ساعات حاجه اسمها دوبلر. دوبلر ده ايه؟ بنشوف الدم اللي ماشي للبيبي، بالذات في الامبيليكال ارتري والميدل سيريبرال، لان الحاجه اللي بتهمني قوي طبعا عايزه اشوف عنده البرين بتاع البيبي والدم اللي رايح للدماغ بتاعت البيبي كويسه ولا لا. كويس، والامبيليكال ارتري بقى الدم عامه اللي داخل البيبي، وبالذات الدم اللي رايح للميدل سيريبرال ارتري. فدول اللي انا بنعمل عليهم دوبلر، الامبيليكال ارتري كويس عشان اشوف الدم عامه اللي رايح عن طريق البلاسينتا للبيبي ده كله كويس ولا لا، وبعدين الميدل سيريبرال ارتري بتاع البيبي عشان اطمن اذا كان البرين بتاع البيبي واخد السفيشنت نيوتريشن ولا لا، لان دي اكتر حاجه بتبقى همانه اللي هو البرين بتاع البيبي. ومش بس كده، لانه لو في انسفيشنسي اخر حاجه هيروح لها طبعا البادي بيريديستريبيوت الدم زي ما خدنا في الشق. يعني دايما لو بيحصل لنا ديكريز في الهيموجلوبين او ديكريز في الاماونت اوف بلاد، بيبقى عندنا الاول الاورجنز الموست فايتال اورجنز هي اللي بتاخد الدم بتاعها الاول، وتفضل محتفظه بكميه الدم على حساب بقيه الاورجنز. بمعنى ان ممكن الموفمنت يقل، ممكن الكيدنيز ما تاخدش الدم اللي هي عايزاه، ممكن يعني السكين برده ما ياخدش. اخر حاجه بتبقى سبيرت للاخر خالص تو اورجنز اللي هم مين؟ بالظبط الهارت والبرين. اخر حاجه خالص تو بي سبيرد هو البرين، يعني ممكن يقل عن الهارت واخر حاجه خالص هو يقل عن البرين. فبالتالي انا اول حاجه بشوف الامبيليكال ارتري او الدوبلر في الامبيليكال ارتري عشان اشوف الدم اللي رايح له، وبعدين اطمن على البرين. البرين ده لانه هو اخر حاجه تو بي افكتد. لو لقيت ان الميدل سيريبرال ارتري بقى افكتد الدم اللي رايح له، ده معناه خلاص ان البيبي ده في تيرمينال ستيج، فبالتالي لازم ان انا اسيف البيبي ده. اوكي،
وده بنسميه حاجه اسمها برين سبيرنج ايفكت. برين سبيرنج ايفكت ان هو بيفضل البرين لحد الاخر سبيرد كويس والدم بتاعه سبيرد لحد الاخر خالص لحد ما يبقى فعلا في كومبليت بقى انسفيشنس. فده اللي هناخده في الاي جي ار بعد كده. هنقول انهي احسن السيماتريكال ولا الاي سيماتريكال اي جي ار. يعني ايه سيماتريكال؟ يعني البيبي كله صغير. ايه سيماتريكال؟ يعني دماغه كبيره او دماغه فيها نورمال جروث لكن بقيه جسمه بيبقى لا صغير. اوكي فانهي احسن السيماتريكال ولا الاي سيماتريكال؟ الاي سيماتريكال لان الاي سيماتريكال معناها لسه الدم كويس رايح للراس كويس, لكن السيماتريكال كل الدم قل بدليل ان الراس حتى بقت صغيره. اوكي فده هناخده في الاي جي ار. بس ده عشان تبقوا فاهمين في حاجه اسمها برين سبيرنج ايفكت اللي هو بيسبير الدم اللي رايح للدماغ لحد اخر حاجه خالص. اوكي ففي الدوبلر بقى بنشوف الريزيستنس للبلاد فلو, يعني في ريزيستنس للبلاد فلو ولا لا في الامبيليكال ارتري وفي الميدل سيريبرال ارتري. الاول ممكن يبقى عندي ديكريست فلو كويس, وبعدين ممكن يبقى عندي حاجه اسمها نو فلو, وممكن يبقى عندي حاجه اسمها ريفرست فلو. يعني ايه نورمال فلو؟ ان هو في فلو رايح من الام للبيبي. ديكريست فلو عشان في هاي ريزيستنس, لو في هاي ريزيستنس اندكس هيقلل الفلو اللي رايح من الام للبيبي كويس. لو الريزيستنس دي عاليه لدرجه ان هي بقت قد البلاد بريشر بتاع الام خلاص مش هيبقى فيه فلو, هيبقى فيه نو فلو. والافظع من كده بقى لو بقى عندي ريفرس فلو, يعني الدم رايح من البيبي للام, دي خلاص دي اتس فيري تيرمينال, يعني البيبي ده اباوت تو داي. لو الدم بقى رايح من الام للبيبي بقى عندي ريفرس فلو خلاص. فدي الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها في الدوبلر, اذا كان عندي نورمال فلو ولا there is no flow of the blood from the mother to the baby, او عندي reversed flow. reversed flow طبعا دي حاجه very terminal اللي هو immediate termination, لان خلاص يعني البيبي ده خلاص about to die. اوكي واضح يا دكاتره الدوبلر والانتربريتيشن بتاعه. دي رابع حاجه بنشوفها او رابع تيست. اخر تيست عندنا حاجه اسمها اوكسيتوسين تشالنج تيست. ايه الاوكسيتوسين تشالنج تيست؟ هو الاوكسيتوسين بيعمل ايه؟ كونتراكشن بالظبط كده, كونتراكشن في طب لو يحصل كونتراكشن لليوترس البلاسينتا السيركيليشن فيها هتزيد ولا هتقل ولا مش هتتاثر؟ هتقل طبعا, هيحصل كونتراكشن فبالتالي بيحصل كلوجر للبلاد فيسل, يعني انستانتينيوس كلوجر للبلاد فيسلز وقت الكونتراكشن وبتبقى ريليفد بعديها. فبالتالي انا لما بعمل الاوكسيتوسين تشالنج تيست ده بدي للست دي اكنه زي بالظبط رسم القلب بالمجهود, يعني انا بانديوس ستريس على الام خلاص, ستريس ده او ستريس اكشوالي على البيبي مش على الام. ازاي؟ ان انا بخلي البلاسينتا دي تبتدي اللي هي كان فيها البرفيوجن كويس لا تبتدي تقل البرفيوجن اللي موجود في البلاسينتا, فاشوف الرياكشن بتاع البيبي ازاي هيبقى ازاي. فعشان كده ده سمينا ده نون ستريس تيست, لان مفيش ستريس على البيبي, انا بس بشوف بالموفمنت الطبيعيه بتاعه البيبي بيحصل اكسلريشن ولا لا. لكن الاوكسيتوسين تشالنج تيست ده انا بانديوس ستريس على البيبي وبشوف الريسبونس بتاع البيبي لما يبقى فيه ستريس هيبقى ايه. اوكي فده اسمه اوكسيتوسين تشالنج تيست, يعني هو نفس النون ستريس بنعمله بالظبط بس اكسترا بديلها اوكسيتوسين, فبالتالي هيبقى ممكن يحصل يوتراين كونتراكشن طبيعي. فهو بطلنا نعمله دلوقتي لانه ممكن ينديوس بري تيرم ليبر, لان احنا اكشولي بنعمله وهو ما عندهاش كونتراكشن. لو هي اوريدي عندها كونتراكشن ما بقاش بقى اسمه اوكسيتوسين تشالنج تيست ولا حاجه, ما هي اوريدي بيجي لها كونتراكشن خلاص. فبطلنا نعمله لانه ممكن ينديوس بري تيرم ليبر, فما بيتعملش قوي دلوقتي اللي هو الاوكسيتوسين تشالنج تيست. ماشي فايه هي بقى التست اللي بتعملها تو اساس فيتال ويل بينج؟ اول حاجه ديلي فيتال موفمنت كاونت, بشوف حركه البيبي اخبارها ايه. المفروض البيبي بيتحرك على الاقل 10 حركات في ال 12 ساعه, وده الام هي اللي بتحددهم او هي اللي بتقول لي اذا كان البيبي بتاعها بيتحرك كويس ولا لا. وبتعمله كل التست دي بتتعمل افتر فيتال فايبريت. تاني حاجه بنعملها الترا ساوند عشان اساس حاجه اسمها بايوفيزيكال بروفايل. البايوفيزيكال بروفايل بشوف ايه في ايه, خمسه ايتم. الفيتال موفمنت اذا كان البيبي ده بيتحرك ولا ما بيتحركش, لو بيتحرك بياخد 2 لو ما بيتحركش ياخد 0. الفيتال تون اذا كان عنده الفلكشن اتيتيود دي, لو فلكسد اتيتيود ياخد 2 ما عندوش ياخد 0. بريزنج موفمنت لو عندي بريزنج موفمنت في التشست بلاقيه ان هو بيكسباند ولا بياخد 2, لو ما فيش عندي بريزنج موفمنت خلال ال 20 دقيقه. البايوفيزيكال بروفايل بيتعمل خلال في 20 دقيقه, لو خلال ال 20 دقيقه ما فيش ولا ريسبيراتوري موفمنت واحده يبقى ساعتها بياخد 0, لو حصل ريسبيراتوري موفمنت يبقى بياخد 2. وبعدين بشوف الامنيوتيك فلويد اندكس باساس في كل الكوادرنتس, لو طلعت اللي هي من 15 ل 25 بياخد 2, لو طلع ان هو لا اقل من كده او اكتر من كده بياخد 0. وبشوف بعد كده اخر حاجه النون ستريس تيست, او بعمل النون ستريس تيست. النون ستريس تيست باساس فيه الفيتال هارت ساوند البيزك بتاعي اللي هو بيز لاين اللي هو من 120 ل 140. لو عندي سيفير برادي كارديا او سيفير تاكي كارديا يبقى كده الفيتال هارت مش كويسه.
وبشوف برضو الاسسمنت اوف الريسبونس او رياكشن للفيتال هارت ساوند او هارت بيتس للموفمنت. طبيعي ان هو لما بيبقى فيه موفمنت يبقى فيه اكسلريشن على الاقل 15 بيتس بير مينت وتقعد لمده 15 ثانيه. لو ما فيش لو ده مش موجود يا دكاتره يبقى معناها انه البيبي ده مش رياكتيف او عنده دي كومبنسيشن للهارت بتاعه, فبالتالي ده بيبقى نان رياكتيف نان ستريس تيست. فلو هو نان رياكتيف ياخد 0, لو هو رياكتيف ياخد 2. اوكي, فدول في الاخر بروح مجمعاهم واشوف بقى البايوفيزيكال بروفايل بتاعي كام من 10. 10 من 10 ده البيبي كويس, لو طلع 8 من 10 بروح عامله واحد حاجه تانية لان ده معناه انه في اليمنت اوف هايبوكسيا. لو اقل بقى من كده يعني 6 لا ده سيفيرلي كومبرومايز فيتس. اوكي, بس هو كده لما هو سواء كان الامنيتك فيلد مثلا زياده او قليل كده دي مش اندكس خالص, مش هتعرفي هو البيبي عنده ايه. لا هي بس اسسمنت, انت بتشوفي البيبي كويس ولا مش كويس, بس انت بس عايزه تعرفي, مش عايزه تعرفي سبب هذا ايه, لكن عايز تعرفي البيبي كويس ولا مش كويس. على فكره في موديفايد باي فيزيكال بروفايل شالوا منه النان ستريس تيست, لان النان ستريس زي ما انتم شايفين ده ايتم لوحده بيدرس, فبالتالي شالوه منه وحتى بيتعامل بماشين تانية. لكن احنا بنقول باي فيزيكال بروفايل سلاش الترا ساوند, طب ما هو اساسا النان ستريس ده بيتعامل بحاجه تانية. اوكي, فعشان كده الموديفايد باي فيزيكال بروفايل شال منه النان ستريس تيست, فبقى 8 من 8 يعني بياخد 8 على اللي هو الموفمنت بتاعه البيبي والتون بتاع البيبي والبريزنج والامنيوتيك فلويد اندكس. لكن اتشال منه النان ستريس تيست وخلوه ايتم لوحده, ده الموديفايد باي فيزيكال بروفايل. لكن الباي فيزيكال بروفايل العادي اللي هو بيبقى من 10 وبيبقى انكلودنج النان ستريس تيست. اوكي, النان ستريس تيست قلنا بنشوف فيه الموفمنت, بنشوف في الفيتال هارت ساوند البيز لاين بتاعه كويس, وبعدين في اخر حاجه سوري الدوبلر الاول. دوبلر ده بنعمله على الامبليكال ارتري, بنشوف البالسيتيلتي والريزيستنت اندكس فيه اخبارهم ايه, وبرده بيتعمل على الميدل سيريبرال ارت بتاع البيبي عشان نشوف البالسيتيلتي اندكس والريزيستنت اندكس اذا كان عندي نورمال فلو ولا ديكريست فلو ولا نو فلو ولا ريفرس فلو اللي هي اسوء مرحله خالص انه يبقى فيه فلو من البيبي للام. اخر حاجه اللي هو الاوكسيتوسن تشالنج تيست, مش بنعمله خالص, ان احنا بنديوس ستريس on the baby اللي هو by inducing placental insufficiency or contraction of the uterus عشان نشوف ان هو لما السيركيليشن تستوب في البلاسينتا هيبقى ايه الرياكشن بتاع البيبي. لكن ده ممكن يندوس اساسا بري تيرم ليبر عشان كده ما بقاش ينفع. اوكي, في سؤال يا دكاتره في الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج؟ زي ما اتفقنا في الاول, زي ما قلت لكم في الاول ان الموضوع بتاع الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج ده مش هو ده بس, لا ده بتحطوه في كل حاجه او بتتكلموا عليه في كل حاجه من الاي جي ار البوستيرم الماكروسوميا البريماتور ابشر ميمبرينز. كل لما تيجي تقول لي انفستيجيشن فور ذا ماذر انفستيجيشن فور ذا بيبي, هي دي الانفستيجيشن فور ذا بيبي, مش بس الدوبلر دوبلر والترا ساوند عشان الباي فيزيكال بروفايل النان ستريس تيست الديلي فيتال موفمنت كاونت. كل دول تو اساس ذا فيتال ويل بينج مع اي حتى في البي اي اتش في الانتي بارتم هيمرج. بنقول نعمل ترمينيشن امتى, لو البيبي ده بقى افكتد ازاي ان هو بقى عندي التست بتاعه الفيتال ويل بينج افكتد. فبالتالي هذا الموضوع بيدخل في كل مواضيع الاوبستريكس بتاعتنا اللي انا بقى بنقول انفستيجيشن فور ذا ماذر انفستيجيشن فور ذا بيبي. هي دي الانفستيجيشن فور ذا بيبي, ان انا اساس البلاسينتا سفيشنسي واساس الفيتال ويل بينج. امتى بعمل ترمينيشن؟ لو حاجه من دول بقت افكتد, فبالتالي البيبي بقى افكتد فساعتها بعمل ترمينيشن. فبالتالي الموضوع ده واحد من كل يعني ده بيتحط في كل مواضيع الاوبستريكس اللي هو لما تيجي تعمل انفستيجيشن فور ذا بيبي او انفستيجيشن فور ذا فيتس اللي هو هاو تو اساس ذا فيتال ويل بينج اللي هم دول. وكتير بنسالكم في الاول في الاورال على البيبي فتقول لي اه بتشوف البيبي ده كويس دوبلر, طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ ما فيش حاجه تانية ومش مكتوب غير في الكتاب غير كده, وافتح الكتاب وما فيش في الانتي بارتم غير الدوبلر ومش هنأساس بالالترا ساوند. ايوه بس في موضوع تاني اسمه اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. لو افرض نان ستريس ده طلع وحش, مش انا ممكن اعمله للعيانه وهي عندها انتي بارتم هيمرج؟ ممكن اعمله للعيانه طبعا, ديلي فيتال موفمنت كاونت مش هسال العيانه كويس, باي فيزيكال بروفايل مش هعمله للعيانه, كل الحاجات دي بعملها للعيانه. فبالتالي الحاجات دي مهمه يا دكاتره, يعني اوكي ساعات بتلاقوا ان هو اختصارا ما بيتكتبش الحاجات دي كلها, زي بالظبط ما خدنا في الانكولوجي الجريدنج مش بيكتبوه دايما خلاص, بس انتوا عارفين الجريدنج ازاي فبيتكتب في كل المواضيع. ففي حاجات كده اللي هي خلاص انتوا ما احنا قلناها في الاول مش هنقعد نحطها في كل حاجه, وعاملين لكم موضوع كامل اسمه فيتال اسسمنت او فيتال ويل بينج. فمش معقول تقولوا لا ما احنا مش مكتوب في الكتاب غير الالترا ساوند, مش مكتوب في الكتاب غير الدوبلر. ايوه في الحته دي, لكن ده في موضوع كامل اسمه اسسمنت او فيتال ويل بينج. فالموضوع ده مهم زي ما الفيزيولوجي اوف منستريشن مثلا مهم لانه بيزك بتاع كل الاندوكراينولوجي اللي موجود في الجايني, الموضوع ده مهم لانه بيزك لكل الانفستيجيشن بتاعه الاوبستريكس للبيبيز. اوكي, يبقى ده الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها او التست اللي احنا بنأساس بيهم الفيتال ويل بينج. ايه بقى التريتمنت؟
لقيت ان هو في مشكله في الحاجات دي بالظبط. يعني تريتمنت اوف ذا كوز لو في كوز معينه كويس, يعني مثلا في اي اتش دايابيتس مش عارف انيميا سبير انيميا كده, او لقيت سبير لي كومبرومايز بقى زي ما البايوتيك بروفايل 6 وكلام من ده, يبقى ايميديت تيرمينيشن. وتيرمينيشن هتبقى باي سي سكشن طبعا, ان احط لها ستريس في نورمال ليبر وكونتراكشن اذا كانت هي مش قادر من غير ما يكون في ستريس. امال لو حطيته, لان كل ده خلي بالكوا انتي بارتم مش انترا بارتم, بمعنى ان هو هي ما تعرضتش لسه للترين كونتراكشن. اذا كان البيبي كومبرومايز من غير ما يتعرض للترين كونتراكشن, انسوا الاوكسيتوشن تشالنج ده, يعني هو البيبي كومبرومايز اصلا من غير ما يبقى عنده ستريس ولا كونتراكشن. امال بقى لو اتعرض لكونتراكشن ايه اللي هيحصل؟ طيب ده بالنسبه للانتي بارتم. طب الانترا بارتم اسسمنت, يعني ده كده خلصنا الانتي بارتم اسسمنت. انترا بارتم ايه الاختلاف ما بين الانتي بارتم والانترا بارتم؟